انضم الينا من ازمير مراسل الغد علام صبيحات. علام، تفاصيل اكثر عن الزلزال وخسائره. طبعا احدث الاحصائيات التي صدرت قبل قليل من وزير الصحه التركي فخر الدين كوجا تفيد بان هناك يعني الاحصائيه حتى الان 26 قتيلا و25 من بين المصابين حالتهم حرجه جدا، وهناك 381 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المشافي التركيه، وهناك 504 اشخاص استكملوا العلاج اي ان اصاباتهم كانت خفيفه بحسب ما يبدو، بينما قال ان الطواقم على اختلافها سواء طواقم الانقاذ او طواقم الاسعاف على رأس عملها من أجل استكمال الوصول إلى من لا يزالون محتجزين تحت الأنقاض في المباني التي تم تدميرها التي تدمرت عمليا بشكل كامل في تلك المنطقة، وعددها يقارب 20 مبنى. حتى هذه اللحظة المباني أو الطواقم المختصة لا تزال تعمل في تلك المناطق وفي هذه المباني من أجل محاولة الوصول إلى من لا يزالون محتجزين في تلك تحت أنقاض تلك المباني، ولكن مع مرور الوقت مع مرور الساعات تتضاءل بالفعل يعني الحقيقة أو الأمل بالأمال بالوصول إلى من لا يزالون على قيد الحياة، رغم أن السلطات التركية أعلنت أيضا بأنه تم الوصول فعلا إلى نحو 110 أشخاص تم انتشالهم أحياء من تحت الأنقاض، ولكنهم طبعا مصابين وتم نقلهم إلى المشافي، وهناك مساعي من قبل السلطات من أجل الوصول بأسرع وقت ممكن إلى من لا يزالون أحياء من يعني من تحت الأنقاض. هناك طبعا تحذيرات صدرت للمواطنين في مدينة إزمير ولا سيما في المناطق يعني القديمة أو يعني الذين يسكنون في المباني المهترئة أو القديمة، هناك تحذيرات بعدم الدخول إلى المباني في هذه الفترة أو في الساعات القادمة على الأقل، خوفا من حدوث هزات ارتدادية قد تكون على شكل هزات ارتدادية بعد الزلزال الكبير، وبالتالي قد تشكل تلك الهزات خطرا على هذه المباني وعلى هؤلاء المواطنين. تم توزيع عدد كبير من الخيام للمواطنين الذين باتوا بلا ماء وتحديدا الذين كانوا يسكنون في المباني التي تدمرت، وهناك يعني مساعي من كل الأطراف هنا في البلاد في تلك المنطقة من أجل يعني استكمال الجهود للوصول إلى المصابين ومحاولة يعني استكمال إسعاف من أصيبوا في هذا الزلزال عمليا. طبعا الصورة لا تزال غير واضحة بشكل نهائي، هذه الأرقام التي تحدثنا عنها قبل قليل هي أرقام لا تزال غير نهائية، هي الإحصائية حتى الآن، والأرقام بطبيعة الحال مرشحة إلى الارتفاع والتغير نظرا لأن هناك لا تزال هناك ضبابية نوعا ما بعدد من هم لا يزالون تحت الأنقاض، وبالتالي ما بين مصاب وما بين تحت الأنقاض هناك يعني عدم وضوح في هذا الملف، والسلطات تسعى للوصول إلى الأعداد الصحيحة وانتشال من لا يزالون على قيد الحياة من تحت الأنقاض. طيب يعني إذن يعني ما زالت الإصابات حتى الآن كما ذكرت يعني هناك إصابات خطيرة وما زال هناك أعداد مرشحة للزيادة، ماذا عن جاهزية المستشفيات ومدى قربها من موقع الزلزال؟ المشكلة سينار في هذا الإطار أن هذا الزلزال جاء بالتزامن مع فيروس كورونا ويعني أعداد الإصابات في المدن الكبيرة تحديدا والتي من بينها مدينة إزمير، وبالتالي هناك ضغط بالفعل قبل حتى هذا الزلزال على المشافي سواء في مدينة إزمير أو في غيرها، وبالتالي هذا قد يؤشر إلى أن هناك يعني تحدي ما للسلطات الطبية على وجه التحديد في هذا الإطار، أخذا بالاعتبار أن هناك نسبة إشغال كبيرة في المشافي التركية بسبب فيروس كورونا وغيره من الإصابات، ولكن بطبيعة الحال السلطات يعني أو المدن الأخرى البلديات والمسؤولين والجهات المسؤولة والمختصة في المدن الأخرى أرسلت مساعدات سواء طبية أو طواقم من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ وترسل تباعا على مدار الساعة من المدن الأخرى، وتحديدا على سبيل المثال من مدينة اسطنبول توجهت طواقم بمختلف أشكالها سواء طبية أو غيرها، وتوجهت أيضا مساعدات من أجل كخيام على سبيل المثال ومساعدات غذائية من أجل محاولة مساعدة العائلات التي باتت بلا مأوى، ولكن بالفعل هناك تحدي كبير والسلطات يعني تواجه تحدي واضح في هذا الإطار، ولكنها تسعى في نفس الوقت من أجل يعني بذل كل ما تستطيع من أجل يعني أن تكون الأمور على يعني بأحسن حال في الساعات القادمة.